الرابعة صباحاً، الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مدينة السلوم في محافظة مطروح، التقى خلالها أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني وأدار حوارا معهم. وقال الرئيس السيسي إن الدولة مهتمة بتطوير المنطقة من خلال عدة مشاريع يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الحكومة تعمل منذ 8 أعوام على امتداد الدولة المصرية، وأنه لا توجد منطقة لم تصل إليها أيادي التطوير والتنمية من أسوان حتى السلوم في إطار رؤية الدولة 2030. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تعيشه البلاد من ظروف حالية يعتبر تحديا من ضمن العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد الكمين المشترك للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم، وخلال جولته التفقدية ألقى الرئيس السيسي التحية على المواطنين بمحافظة مطروح، حيث شهدت الزيارة استقبالا شعبيا حافلا للرئيس السيسي من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يتقدم لكل المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، مؤكدا على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية. كما أعلن الرئيس السيسي أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية. أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار أنهى اجتماعه أمس برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات لرئيس الجمهورية على النحو المبين بلوائح الحوار. وأكد المنسق العام من جديد خالص شكر وتقدير مجلس الأمناء للرئيس السيسي على استجابته الفورية لمخرجات الحوار، موضحا أن مجلس الأمناء سيصدر لاحقا بيانا مفصلا بكل ما تم رفعه للرئيس ليكون تحت نظر الشعب المصري بجميع فئاته. وأضاف أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بلا انقطاع خلال الفترة القادمة لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد للتوصل للتوصيات والمقترحات المتعلقة بها لرفعها لرئيس الجمهورية. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي ناردين حبيب، دمتم في أمان الله.